مفيش حد ما بيكذبش، بس في حد بيتهرش وحد لا، لكن كلنا بنكذب. وبما ان كلنا بنضطر نعمل كده في اوقات كتير، فعلى الاقل خلينا نعمله صح بقى، يعني هنبقى كدابين واغبياء كمان. علشان كده انا هقول لك النهارده دليل الكذاب المحترف. اول واهم حاجه الذاكره. المقوله المقصوره الحكيمه بتقول ايه؟ ان سرقت اسرق جمل، وان كدبت اكذب هبل. مش هبل يعني كلام، في هبل يعني حلو، هبل. هتكذب يبقى تفتكر انت قلت ايه، الذاكرة، وتمضي على أقوالك. بتنسى، اتصرف، العب يوجا، خد كبسولات زيت كبد الحوت، اعمل مديتيشن في الصحراء، انت حر. تجيب كشكول سلك اللي هو 100 صفحة وصفحة ده، وتكتب كل أكاذيبك بالتفاصيل الدقيقة. أكذب أكتب على طول. أيوة. اوعى تنسى، تكذب 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 تكذب. ده بياخدنا بقى لتاني نصيحة بقى، الاختصار. على قد ما تقدر خلي كذبتك قصيرة، ما تدخلش نفسك في تفاصيل كتير مش هتقدر تفتكرها بعدين. يعني مثلا السؤال المشهور اللي هو انت ما جيتش ليه امبارح، راحت عليا نومة، بس نقطة خلاص خلصت. انما بقى جوه اصلا انا كنت سهران بذاكر كيمياء امبارح لحد الفجر، وماما تعبت شوية وديتها المستشفى ورجعنا فما سمعتش المنبه. لا لا، ليه 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 كل ده؟ فلو اتلخبطت مثلا هتقول انت ما جيتش ليه امبارح، فتقوم في المرة التانية قايل بقى لا ماما كانت بتذاكر كيمياء وجارنا كان عيان شوية جابوا له المستشفى، وبعدين انا ما عنديش منبه. شوف خلاص خلصت، فرق اقوال فعلا. خلاص اتجبت كده خلاص. ما تدخلش نفسك في تفاصيل توقعك وتكشفك. كدبة قصيرة محكومة، والمثل بيقول لك ايه، كدب مساوي ولا صدق مفعكش. صح؟ اول مره تسمعها دي؟ مش عارف، اول مره اسمعها. صح، اول مره تسمع كلمه صدق، لكن لا. مفعكش انت عارفها. النصيحه اللي بعد كده، غطي ظهرك. لا مش وانت قاعد، انت تمام. يعني لا لا انت شكلك كويس. لا لا مش عليك انت، مش على الفانيلا. غطي ظهرك، يعني ما تسيبش وراك دليل او اثر حد يقدر يتتبعه. علشان كده اضمن وانضف كذب هو الكذب بتاع زمان، كذب الشفوي الجميل. على قد ما تقدر حاول تتجنب الكذب على الموبايل او الكمبيوتر او اي حاجه ممكن تتمسك عليه، وربنا يكفينا شر السكرين شوت، انت عارف. تمام، انا عشت ذاكرتك وقصرت كذبتك، ما دخلتش في تفاصيل، غطيت ظهرك. لا المره دي الفانيلا، غطيت في ظهرك. انا مش فاهم فانيلا. لا ما انا قصدي على في الكذب، تغطي ظهرك. تمام، في طريقه تانية مضمونه برضو، انك ترد السؤال بصياعه. خلي الريفرنس بتاعك في الحته دي جمعه الشوال. فاكر المشهد المشهور بتاع قياس كشف الكذب ده؟ تحب مصر يا جمعه زي ما انت بتحب اسرائيل بالظبط. شوف جاوب هو بس ايه، او كليشيه على طول وخلص. ريح بالظبط. خد بالك من لغه الجسد، لا تلمس مناخيرك ولا تهرش في راسك ولا تبص شمال ولا تلعب في شعرك. لو عملت الحاجات دي بتبان جدا. لو مش عارف تتحكم في اعضائك هتتفضح. نصيحه بقى مهمه وحساسه جدا، لو اتقفشت هتعمل ايه؟ اعمل اي حاجه، اي حاجه، لا اتشقلب، فاهم؟ المهم انك اوعى تعترف. اكذب كذبه جديده تبرر بيها الكذبه الاولانيه. خليك صاحب مبدا، حسيت انك مزنوق في كورنر وقربت تتكشف، اتصرف، حاول تدخل من اي ثغره وتقلب الترابيزه بسرعه قبل ما تتكشف. على فكره الستات بيعرفوا يعملوا الحركه دي اكتر مننا بكتير، بس معلش مع التدريب هتيجي معانا. يعني مثلا مراتك تقول لك كذاب انت ما كنتش في الشغل، لسه مكلمينك من الشغل بيسالوا عليك. قفشتني كده. حلو، تقلب الترابيزه اللي هو بيكلموني من الشغل يسالوا عليا، كنت في الحمام يا ستي. ايه مش بني ادم انا، طور في ساقي عشان اجيب المصاريف بتاعه البيت، ما انتوا مش حاسين بحاجه، فاهم؟ فين بقى يا هانم اللي باقي من مرتب الشهر اللي فات؟ صرفتيه صرفتيه طبعا، نزلت السوبر ماركت صرفتيه. هي هتنشغل بقى في الدفاع عن نفسها وعن السوبر ماركت، المهم ما توصلش لانك بتكذب، فاهم؟ الترابيزه اتقلبت. اثبت بقى على موقفك واوعى تستسلم. بمناسبه الثبات والثقه، هي دي نصيحتي اللي جايه، اثبت ما تترددش. هناخد جمله مثلا زي كنت متاخر فين، كان مثال نفس المثال بتاعنا، كنت متاخر فين، كنت في الشغل. هي في الوقت ده هتحاربك نفسيا، تلعب باعصابك، تبص لك بصه تزود الادرينالين في دمك، هتقول لك تاني كنت في الشغل، على طول ترد بثقه كنت في الشغل، مركز، نفس التقطيع نفس الاداء بالظبط اللي فات. هنا تقوم داخل عليها بقى ايه، تهجم قبل ما تهاجم، فاهم ازاي؟ تقول لها امال هكون فين يعني، خارج مع اصحابي ورحنا السينما وبعدين طلعنا على القهوه وبعدين طلعنا على بيت عاصم سهرنا لحد دلوقتي. دي طريقه ظريفه بقى، ان انت بتقول الحقيقه بس بالاداء ده اللي انت عملته فعلا، بس بصوره استنكاريه تعدي. نفس نظريه اللي بيهرب من البوليس فيستخبى في شقه قدام الاسم، عارف الفكره دي؟ مستحيل يدوروا في المكان ده. في نصيحه مهمه قوي ولو انها يعني رخيصة شوية، اللي هي اللعبة على العاطفة. ازاي؟ تقولك مثلا انت كنت فين؟ تقوم موطي راسك كده وتنكسر، تخن صوتك، تستعير نبرة صوت الفنان رشوان توفيق، دمع دمعتين خفاف كده وتقول كنت في المستشفى مع بس يا معلم. اسمع التون ده بعد اذنك بتاع المستشفى. ايوه يا ساتر، خش بده خلاص. اي حاجه بعد المستشفى هتتصدق، حتى لو قلت لها انا كنت في المستشفى بتمرن جمباز ايقاعي خلاص اشترت خلاص. يعني اديك مثال، كنت فين كل ده؟ كنت في الشغل. حلو كده، كدبه قصيره ورايقه واثقه من غير اي تفاصيل اهي. قبل ما تتسال سؤال استنكاري، تحود انت بقى على شويه تفاصيل بعيده تماما عن كذبتك دي، اسمها الفسحه، تفسح اللي قدامك. ازاي؟ تقول لها النهارده كان يوم غريب جدا، اصل المدير قال لنا ان الشغل متاخر، وطول ما هو بيتكلم انا شايف نملة على الحيط ومركز معاها ومش سامع هو بيقول ايه. تخيلي كده حياة النملة دي عاملة ازاي.
بتخرج معرضة للموت علشان تجيب خزين الشتاء بس. في أنواع نملة تانية بتطير مخيفة مخيفة جدا اللي بتطير دي. شوف خدت بالك؟ تاهت منك. أنت تهت أنت شخصيا. طبعا نصيحة خدوهم بالصوت دي دايما بتاكل في الكد. على طول. صوت. بالصوت اللي هو كنت فين؟ كنت في داهية. ما أنتوا مش حاسين بحاجة. وتعمل الشويتين بتوعك دول تختفي بسرعة وأنت بتبرطع. أنت مش عارف تبت الحاجات. تقوم مزقق حاجة اللي قدامك فورا هيحس بالذنب. تلاقي بقى محاولات عشان تعوضك على اللي حصل ده. تجي لك تقول لك طب مش هتتعشى؟ خد بالك. شوية بتراضيك بتجيبك. لو قلت لها اتقفشت. خلصت. مفيش حد متعصب بياكل. تكمل في السك خليك صاحي. لا ماليش نفس مش عايز اكل مش عايز اي ارميلي هنا شويه بشاميل على الكومودينو ولا هاكل ولا قرب. اما البشاميل يجي لك انت باكل بقى مش مشكله بس ادائك وانت بتطلب ما يبقاش ايه تاكل احنا بنجذب. لو اضطريت للاستعانه بصديق في الكذبه بتاعتك تاكد انه صديق ذكي وعنده ولاء. ابوس ايدك. الاغبياء لا عشان خاطري الصديق الغبي هيلبسك. صديقك الذكي اللي عنده ولاء هتكلمه تساله عن اي حاجه هيبقى عنده رد في مصلحتك فاهم ايا كان فاهم. هو لو مثلا تساله هو حسن كان معاكم على القهوه النهارده تسأل صاحبك فعلى طول يحسبها. اي حاجه فيها انبساط بره جو الشغل بره البيت هيقول ايه لا طبعا ما كانش على القهوه هو ما يعرفش عنك حاجه هو ما شافكش بقاله اسبوعين بس بيجاوب صح. ده الصديق الذكي امسك فيه بايديك واسنانك. طب بالمناسبه بقى كنت فين امبارح لما مراتك كلمتني ما جيتش ليه على القهوه؟ لا اسكت على اللي حصل لي امبارح. مش رحت رحت المستشفى مع والنمل كان ماشي على الحيطة وسرحوا اتنين تمرجية وزعوا طبعا بقية الشغل على البقاء وانا هكون فين يعني؟ هكون يعني رحت السينما مع شريف وعلاء يعني وسهرنا للصبح يعني ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب.